ما عنديش غرام ديال الغيره على رشيد. مرويد كان كيغير عليك بزاف وانا باقي عاقل ملي كنت صغير. كان الوالد كان صعيب بزاف. الناموسه لا طاحت عليه قلبوش الناموس ولا لا انا صخش بحاله. وهذا اللي كتحكم لك في كاع لي كونط ديالك. واش انت الوالد ما عمرك ما قلتي شي نهار زعما تفروح ليا غادي تاخذ شي كونط وتمشي تسافر بهم تمشي الامريكان وما عارفين تمشي مع راك عارفه زعما تقدر ديرها. سن الياس جاتني بحال اللي تصبيت بحال جاني بحال لا ديبرسيون. واول حاجه كيقول لي ابتسام اشنو ندير باش تبرك نقول له طلقني وغادي نبرك. موفيز نوفيل بور توا ابتسام دبلات قالت لي كلاباس شنو كاين حيت فريمون بدا الحب قوي بيناتنا. قلت لها واش تقبلي تزوجي بيا؟ سخفت. جابريسي هاد لي مومون والله جابريسي هاد لي مومون بزاف حيتاش في عائلات اخرين مع ناس اخرين ما كنشوفهمش كاع ما كنشوفش كاع الازواج حتى كيتخبطوا في اليد ما كيتخبطوش كاع حتى في اليد. الوالدة مرحبا بك. شكرا. خبرك انا ولاو الناس كيسولوني كثر عليك انت علاك وعلى الوالد. فيما كيجيو كيشوفوني الناس سلمينا على الوالدة ديالك مابقاش كيسلم على الوالد ديالك داك كلشي. دونك تبارك الله عليك الوالدة حتى انا بعدا فخور بك. شكرا ولدي بارك الله فيك. دونك عاودي لينا. قررت انني نكمل الحلم ديالي هو انني ندخل الجامعة. في الاول كنت باغية ندخل الجامعة ديال إفران ولكن لقيت راسي 4 سنين بزاف عليا ما يمكنش نمشي ونجي لعدة اسباب. وفي الاخر واحد الاصدقاء ديالنا اللي عندهم تجربة في الحياة واللي عندهم ما شاء الله مهم الدكتوراه في القانون قالوا لي دخلي تقراي القانون باللغة الفرنسية راه غادي يعجبك بزاف. كلاش ما كيما كنا نقولوهم سي جمال سي جمال سي شفيق سي سعيد ناجي نورتي واحد المجموعة ديال تبارك الله واحد المجموعة ديال الأصدقاء ديالي. أنا بصراحة في الأول ما كنتش يعني باغية ندخل نقرا القانون ولكن إلى فوا دخلت الكلية بصراحة عجبتني بزاف بزاف بزاف. دونك قريت هذوك لي 3 سنوات دونك قريتهم مزيان عجبني الحال. نقول لكم بلي غتبداو تسمعوا هاد الطروه هاد العربيه حيت لاحظنا عليها انا وسليم بلي تحاول ما امكن نتكلم باللغه العربيه بزاف باش كلشي يسمح لي انا غير نحبسك الوالد خلى الدوي على خاطر الدوي حتى بلونغلي نجيبو نديرو السوتي دخل ما عندناش المشكل. انا هذا السؤال ديالي هو واش ما حسيتش كاع براسك في الشكل منين هذا كنتي قريتي بالكليه مع بنيتات زعما صغيورين كذا انت ما حسيتيش كاع براسك في الشكل؟ لا الوغ انا اللي عجبني في وهذه التحيه الكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية ديال السويسي بالرباط اللي عجبني انا قريت مع الموظفين والمأجورين يعني بوغ لي سالاريي اي بوغ لي فونكسيونير يعني حنايا كنقراو في الليل ما بين 6 و 8 ديال الليل وكنقراو السبت في الصباح. دونك حنايا كانت عندنا حالة خاصة واللي زوين كانوا كيقراو معايا دايو وليدات اصدقاء ديالك اللي قراو معاك الاخوين جا كيقراو معايا حتى انا في الجامعه. القانون الوغ القانون كيف ما قلت لك حشمت مع بعض الاصدقاء ديالنا اللي هما شجعوني قلت لهم شوفوا انا الله غالب اللغه العربيه ديالي شويه ناقصه نخاف ما نعطيش في القانون. قال لك لا راه كاين القانون باللغه الفرنسيه وديجا انا عندي الحمد لله ان تري بون نيفو. قلت زعما ندخل بوغ ايسيي. انت فلوس كنت باغي دير؟ كنت باغي نقرا انجليش ستاديز باغي نقرا الانجليزيه باغي نقرا اللغه الانجليزيه حيت لان ولدي سي سليم قال لي ماما انت سمحي لي مابقاش عندك ماما الانجليزيه ونسى انا اللي كنت كنقري لو فرونسي اي لونغلي عقلت ملي كنت صغيورين. المهم ماشي مشكله. لا ولكن ما تزيديش فيه ملي كنسافروا كان كيسحبنا كتعرفي لونغلي بعض المرات ابتسام بعض المرات كتقلت عليهم بدات كتنسى. Do you speak English? Okay, do you speak English? Okay. Yes. Yeah. Je speak French. راحت مرة مشات معايا للإيطالي وقالت لي أنا كنعرف. إيطاليانو سي. بعدها أنا قالت لي وهي كتعرف غير لاباس صباح الخير بونجور. نزلنا في المطار غنقلبوا بحال هكذا وهي تلقى واحد راجل الله غتقول له أمي غنخرجوا الطوموبيل غتسنى وتقول له شبنتي. بارلي إيطاليانو. لا بارلي فرانشيز. فرانشيز. قال لها وي شوف فرانسي بديت تهضر قلت لها هي الطاليانية. حيت كنسى الله غالب. شوف
مشكل عادي عادي. الانسان لما مارش اكزاكتومون ولي كنسى هادشي اللي طرا ليا. دونك سكيفيني ملي دخلت الكليه دونك عجبني الحال بزاف. كانوا كيقراو معايا ناس كبار داير واحد السيد كان عنده تقريبا 70 عام ما شاء الله اللي متقاعد كان كيقرا معنا وكانوا معنا دونك الدراري والبنات اللي يعني صغارين تقريبا السن ديالك نتايا دونك قريت دوك لي 3 زاني عجبني الحال بزاف حتى الحمد لله خديت الاجازه ديالي في القانون القانون الخاص دونك لا ليسونس ليسونس فوندامونتال اون دووا بريفي. من بعد كنقول بغيت بصراحه ندير الماستر وكنقول نكملوا الا سمحتي هاد القضيه اللي قال سليم زوين علاش لانه بعض المرات كنلقاو راسنا فشي مكان اللي ماشي ديالنا ولا لاج ديالنا ما كيسمح لنا انا واقي كنعقل نرجع بك شويه عام القبل فاش دوزتي الباكالوريا وكنتي مع الدراري وكيقولوا لك في القسم خالتي وفي الاخر ملي كتسالي الامتحانات هزيتيهم في الطوموبيل وكتسلم زوين زوين هاد الوقت. تحيه كاع لوليدات البنات اللي كانوا دوزوا معايا الباك في 2019 هنايا في تماره وتبارك الله على ما عرفتي كيعجبني الحال تبارك واحد الاحترام واحد التقدير كانوا كيفاش كانوا كيتعاملوا معايا ما شاء الله. هذا كيعني انه بالنسبه اللي كيشوفونا وربما شي وحده كتحشم وتقول لا انا جوي تريديكول ولا غيضحكوا عليا بالعكس راه حتى الوليدات راه مربيين بالعكس الا شافوا واحد راه كيتشجعوا حتى هما وكيتعاملوا معاه بلطف كبير بالاضافه للاساتذه. وعلاش انا عاوتاني عاودت الباك في 2019 حيت كيف ما قلت لكم في الاول كنت باغيه ندخل على باس نقرا العلاقات الدوليه باشلور في جامعه الاخوين ولكن ما قدرتش ربع سنين بزاف عليا دونك يا باش اختاريت نقرا في كليه العلوم القانونيه ديال السويس برباط. بغيت نقول الحقيقه. نعم اولدي هنا باش نقول الحقيقه. سير اولدي سير انا معاك انت رويد انا عارفك ذكيه بزاف وهاد الذكاء خيفني انا الذكاء اللي عندك مش من عندك. دابا كيفاش دابا هي شنو الخطه ديالها الخطه ديالها صافي دوزات معاك رويد 25 عام بغات شي شويه تهنى منا شنو باش كدير حصص هي في الليل هذيك من 6 ل 8 صافي والسبت الصباح المره بدات كتقول لك فينك فين كابتسام انا كنقرا مع صحابي مورا هكذا يدد الخطأ أنا غادي يمشي الإفران باش نكمل الدراسة ديالي انترسيشن سيد انترسيشن هذا بقى في الصيف كده بس شوية بشوية عشان قشاش عرفت بينا راه أشي اللي كديري راه سأنفلونس لي جان شو قشاش يا هذا مهم صحاب واحد صاحبكم هذا قريب ليكم جات مراته وجات قلت لي حتى أنا بغيت دابا نقرا كاين هذا القضية ولا لا كان بزاف كتقولنا قنعوا لانه ما كانش بغا كان لقى انها او علاش سورتو الحمد لله ميسوري وكذا علما زعما ريزون دو بلوس ولا سبب جديد ولا مضاف لان الانسان ماشي حيت عنده الفلوس ولا ما محتاج ولا بغى يطور نفسه غير حيت باغي يتحسن ماديا لا الانسان كيبغي يتطور باش يتطور باش ياخذ العلم. ماما عفاكي بغيت عندي لك السؤال هذا دابا مثلا كما قلنا دابا انت ميسوره الحمد لله شكرا معززه مكرمه الله يفيك علاش ما تشريش كاع السايكاد وتمشي تسافري للخليج وتمشي مع ندير المكياج وديري لي بوتوكس وكذا داكشي كامل زعما علاش اختاريتي زعما باش ديري الدراسه وعلاش ما تمتعيش كاع بحياتك وديري زعما تحماقي الوغ ولدي هاد السؤال بزاف الناس كيسولوني كيقول يا مدام عندك الامكانيات قدي شويه الحاله ديالك اسهل ما كاين هي تقد الحاله ديالك المظهر الخارجي اسهل ما كاين اخص لانك الامكانيات تقد هنا تصايب هنا تصايب دابا دابا الحمد لله دابا ولاو المهم العمليه دابا اللي كنتي علاش دابا دابا دو مانيير جينيرال سا سي تري فاسيل بور موا سي تري فاسيل عرفتي سكي ديفيسيل سليم في لاج ديالي انا هو دخل تقرا سي تري 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 ديفيسيل واعره بزاف انا عندي مشاكل ديال لا ميموار الذاكره ديال الذاكره عندي مشاكل مشكله كبيره ما بقيتش كنعقل بزاف ماما عادي لا ايه انا وليت كنخاف وليت كنتخلع حيت انت عارف عندي بعض الناس في عائلتي اللي جاوا ان امي الوالده ديالك اللي دابا معنا فيها الزهايمر فوالا فيها وخايفه حتى انت يا زمان ديال الزهايمر اللي بداها واللي الحمد لله الساعة بقى الحمد لله بقى الساعة مي داكشي غادي كيتطور ماشي وعندي... صافي هادشي دير واحد العامين كانت شتي شي حاجه دابا المهم الحمد لله معليش دونك انا بسيشيكمون هادشي كيلعب ليا على
على الدماغ ديالي وكيخلعني، وليت كنسى، وحتى الصحه ديالي راه هادو كتنقص، مابقاش عندي الجهد ديال شحال هادي. سكيفي كنقول اوكي شنو الحاجه اللي غادي تفرحني حاليا؟ هي نهز كتاب ونقرا شي حاجه ونتعلم شي حاجه جديده، سي ان تروك كي مي موتيف، سي كيكو شوز كي مي رون تري هوروز. هادشي اللي كنحاول نفهم للناس، يقول لي الناس لا باغا تقراي باش غتولي وزيره ولا غتولي برلمانيه، لا ما بغاوش يفهموا ك الحلم ديالي نهز كتاب ونقراه ندير شي حاجه جديده. دونك عاد دابا جاب شي واحد السؤال مهم، بان الفلوس بوحدهم ما كيعنيش كاع السعاده. انت الحمد لله خدمتي وضربتي التمه راه خير، حاجه مهمه راه ماشي راجلك اللي عطاك، كنقولها وكنعترف بها. راه حتى انت كون ما كانش كاع سمح لي الواد نقول الهضره هذه، كون ما كنت كون ما كان حتى انت الواد نبغاك شي شويه تهضر، حتى انت ما تبقاش كاع جالس تخلي المراه تدوي. يوم هي الضيفه ديالنا وانا نبغي نسمع بزاف، مي كون ما كانتش كاع الوالده عندها طموح كتكلف لك، عندها اراده وكتكلف لك هي بكوتي ديال البيزنس. وي وي انت كتخرج كتجيب هذا الطرف ديال الخبز، ما هي اللي كتبقى تحطهم في لي كونط بونكير وكذا، لدرجه نقدروا نقولوا القضيه هذه الواد هي اللي كتحكم لك في كاع لي كونط ديالك. واش انت الواد ما عمرك ما قلتي شي نهار زعما تفروح لي غادي تاخذ شي كونط وتمشي تسافر بهم، تمشي هذا الامريكان وما عارفين تمشي مع راك عارفه زعما تقدر ديرها؟ ما انت قلتي دابا على 10 ديال 25 عام من الاول كانت الثقه بيني وبين ابتسام، وعارفها ما نقولش خابزها حاشا، يمكن عارفها مزيان فين غتلقى راحتها وشنو هو الحلم ديالها فين يمكن له يوصل. لذلك راه هي اللي كتقولوا دابا راه صعيب لانه كيبان فيه تناقض، حيت كيفاش لما كتقول انا بديت كننسى وكنخاف يكون فيا الزهايمر، وفي نفس الوقت كتمشي باش تعلم الدرس واللي كيعتمد على الحفظ وانها تعرف الدروس تعرف هذوك القوانين ومشات للقانون، ماشي شي حاجه سهله. بمعنى كاين تناقض، ولكن هذا كيبين انه راه الطموح اللي كان عندها والاراده اللي كان عندها والتحدي زيدي لا زعما حيت هادو تفكرتهم دابا لان هما اللي كيعطوني هذا فعلا، وانها تكون قدوه للناس وحدين اخرين. بس انا ما ساليتلكش، دونك عارف بلي ابتسام نهار الاول عندي فيها الثقه الكامله، وما عمري كنقلب موراها شنو كاين ولا ما كاين، لا قالت لي اش كاين ولا ما كاين ولا ناقص ولا هذا، كنعرف بلي فوالا ها كيفاش غتمشي الامور وكيفاش كتسير وكيفاش عندنا حنا. انا كندمز مع تصور، انا ملي كنسافر انا اللي كنشري لها السيكان الحوايج اللي انا كنشري لها الماكياج، بمعنى كنكون في المطار كنقول ما يمكنش كلشي كيقلب هذا، كنبدا نقول لا لا خصني مراتي انا دفعتها تبقى تصاوب ضفارها بهذاك الشكل هذا، لان كنقول كوميم صافي بليزير الراجل ان مراته تكون كتهتم براسها ولا 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 انها تكون اجمل يوم عن يوم، فهمتي؟ لانه الانسان ما يكونش غلط انه تقول للمراه لا صافي تزوجنا راه خصني نكون وراه كيبغيني دو دو فاسون كيحماق عليا، راه كنبغيو دائما المفاجآت، كنبغيو دائما المراه تكون نقيه. راه من الغلط بعض النساء مثلا يمكن توقع انك تشوفهم لانك جون انها يمكن موظفه ولا خدامه في شي بلاصه وكتمشي من داك الشيء اللي فيه احسن مكان، وكي كتدخل كتحيد كدير الدره وهذا والباتشا ولا ما عرفتش شنو السوشوار وما تبغي راجلها كاع يقيسها لانه في الصباح خصو ما يتعوش هذاك الشيء، راه كي هادشي كيسبب كومان. علاش كيخلي الراجل انه يشوف برا فيما تدوز شي حاجه الله غالب كيقول لك النظره الاولى ديالي بحال كيدير واحد صاحبي هادي نيت. المهم عرفتي راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نعملو حلقه وحده ما كافياش، مي واحد الحاجه عرفتي اللي جاتني بان اللي كتخليكم 25 عام باقيين نتوما اونسومبل، عرفتي شناهي؟ شيري اش من 25 عام؟ راه بعد غدا 27 عام ما شاء الله 27 عام لو كان سكوت عماد ديال الزواج ديالهم، حتى تبارك لهم في لي كومونتير. واحد الحاجه اللي الوالده اللي عندك انت وما عندكش غير بزاف ديال العيالات، سي ما كتغيريش على راجلك. ما عنديش غرام ديال الغيره على رشيد، ما كتدخلكش في الراس. كيفاش؟ ماشي كتخويش غرام، حيت عرفتي شحال من خصوصا من فنان حتى في الدومين ديال الفن اغلبيا راك في لي زوتيل راك في هاد لي زيفينمون كتبقى تلاقى فهمتي الدريات هادو مصاوبين وكذا، راه غير فداك اللوف فهمتي، راه اغلبيه ديال العيالات كيبقى يقول لك انا ما نتقبلش كاع هذاك الراجل كيكون في هذاك الانفيرونمون كذا، ما عرفتش ما نتيقش كاع فيه. انت هي ماشي هي ديال الحاله عندك، كيفاش شرحي المراه المستقبليه ديالي شرحيها سليم؟
ما نقدرش نعبر لك على هذا الشعور اللي كنحس به ملي تزوجت مع باباك. دابا هذه 27 عام سي سامبل دايو حنا قلناها في واحد البرنامج، عندي الثقة في الله وفي هذا السيد هذا، وثالثا عندي الثقة في النفس ديالي. انا بوغ موا انا اجمل امرأة في العالم. نقدر عافاك انت شو باش قولي واش نقدر نقول القضية دي في الكاميرا ولا نحيدها في المونتاج؟ لدرجة ملي كنت يلاه يلاه هذيك الساعة يلاه تزوجتو كانت واحد اللقطة مع واحد الممثلة إسبانية تبغيت تهضر على هذه الويد ولا علاش؟ ابتسام كانت حاضرة في عينك، كانت حاضرة في هذا المشهد ديال انا كنصور بالكاميرا وانت كتصوري فيك ما عنديش مشكلة. انا كان عندي مشكلة ما عنديش مشكلة عشي دابا والله لكن نسمعكم واتي تشوف بعضية عفاكم في كومنتر 55 وتبارك الله الله حبيبي. انا نقول لك ربما اللي كيشوفونا يقولوا واه هذه ما كتغيرش، ربما ابتسام ربما كيخونا التعبير ولا كتبغيش تعترف ولا لا غير كاينه بغيتي راه ما بغيتيش. انا كنعقل واحد المره كنت في فيستيفال مراكش كوا في عشاء وشي ممثلة قلت لها دوزي قصتها في ظهرها كومبارازار ظهرها كان عريان انا جابي با في اتونسيون قلقتها هذاك المشهد. بون دابا غتقول لك لا ولا اه مي قلقها هذيك فريمون درت انا ما فهمتي ما رديتش بالي رشيد الا كنت انا مره وحده سواديزون انا مغيار نتايا انا مغيار او ماي جاد حلو انا مغيار باباك ماشي غير مغيار سليمي ما يمكنش الناموس الا طاحت عليه قلبوش الناموس ولا انا استخش بحالك سليم باباك ما يمكنش نو حنا عاديين حنا بالعكس حنا عاديين ماما باباك لعدة سنوات باباك كان كيغير واحد الدرجة ما يمكنش. تخبرك انا امتى فرحت اسليم راجل ماما راه كيمزوجه براجل متفق داكور ولكن تربيتي انا كيفاش مربي وفي الاصل ريفي وتربيه وتقاليد وعاد انا عارف الوالده شي شويه هي كانت فايضه واحد شويه الوالده انت ما تعقلش الصدمه اللي كانت عندنا في الدار في العكاري قدام الوالد ريفي وعسكري وهذا امي جبليه وكذا او كتهضر معهم كتقول كنت مع واحد صاحبي صديق هي ديالي هي بغات تكون صديقي زعما دي زامي ولكن دي زامي بالعربيه راه صاحبي وصاحبي بالعربيه راه هي صاحبي فهمتي ما كاينش حدود. دونك كيفاش غتفسر لهم هي الاولى دخلت حبي ولهاد قدامهم في الاول كانوا كيتصدموا شهي ولا السلطان في الاول كانوا كيتصدموا ولكن الحمد لله عرفوا انها كنهضر بحال هكذا عرفوا ان قلبها ابيض ويلي عندها الصح الصراحه بيان بيان سور شتي بنادم واخا يكون متشدد كان واحد محبيبي كان متشدد جدا والدره وكذا طنجه الله يطول عمره ولكن مع ابتسام كان عنده تعامل خاص حيت كيعرف واحد كاين واحد روح طفوليه كالكبار ما يمكنش تجمل غير حيت غادي تمشي عنده ولكن كتعطيه الابتسامه والضحك اللي ما كيعطيهولوش هذوك اللي كيجيو بشكل اخر وباقي عقل وهاد القضيه ديال والله الصراحه مزيانه ونيت نجبدها حتىش باقي عقل ملي كنت صغير كنتي انت الويد فيما كتجي من الخدمه مشي طوناج وكتجي من الخدمه خصنا ضروري تلقاو لك في الباب وحتى انا وخويا ادم وماما كتلقاو لك في الباب واول حاجه كدير معاك تدخل كتجي ماما وكتعطيك واحد القبله وانا كنت صغير كنقول لكم مي قلتوا لي ادم اللي كان كيقول الحب هذا خويا ادم كيضحك مي والله الا دابا كبرت جابريسي هاد لي مومون والله الا جابريسي هاد لي مومون بزاف حيتاش فعائلات اخرين مع ناس اخرين ما كنشوفهمش كاع ما كنشوفش كاع الزواج حتى كيتخبطوا في اليد ما كيتخبطوش كاع حتى في اليد انا بور موا سيتي تري امبورطون هاد القضيه هادي بالنسبه لي انا كان انا عشت انت راك عارفه سليم بابا وماما تفارقوا ملي كانت عندي 6 شهور دونك عشت مع جداتي الله يرحمها ومع خالتي اللي رباتني خالتي زينب الله يعطيها صحيحتها يا ربي ومع خوالاتي ومع حبايبي اللي كنشكرهم بزاف عائله الخلوفي ديك الساعه كنا ساكنين في دار كبيره عند دار جدي وكنت دي فوا كنشوف بعض حبايبي وبعض خوالاتي كيكونوا مجموعين مع عائلتهم مع رجالتهم وداك الشيء كنقول يا ربي ما كرهتش انا كنت انا عندي با ومي يكونوا مجموعين وانا كنت كنقول يا ربي النهار اللي غادي نتزوج
كنتمنى ما نطلقش، كنتمنى وندير اللي في جهدي باش هذاك الراجل اللي غادي يتزوج بيا نكون معاه، يعني اي حاجه زعما كومون تيكسبليكي زعما نتعايش معاه ونقبل عليه مشاكل ندير ندير بوكو دو شوز اللي ما دارتش ونحاول ما نديرش الغلط اللي دارته ماما. سي سي تري بيان. دابا انت قلتي بان كيما كنت كتغير عليه، مي الوالد كان كيغير عليك بزاف وانا باقي عاقل ملي كنت صغير. كان الوالد كان صعيب بزاف. وي وي سمح لي الوالد نقول هاد القضيه كان فريمون الوالد صعيب بزاف. كيفاش قدرتي تعيشي معاه؟ حتى جو سيغ بان في واحد لو مومون وهادي كنتي قلتيها واقيلا في راشيد شو قلتيها بان ملي كنتي واحد السيمه ديك الفتره كان جاتك المينوبوز. وي 38 عام جاتني وجاتك صعيبه وحتى الوالد هذا في الطبيعه ديالو حتى هو صعيب. كيفاش شفتوا ديك المرحله؟ الحمد لله هو شاف ان هذيك العشر سنين اللي دوزناها جميع كان شويه صعيب وانا كنت كنسكت ما كنهضرش كنصبر على بوكو تشوز. باش قلت لك ما باغياش نطلق ديك الساعه عندي جوج الوليدات باقيين صغارين كنقول لا غنصبر على هادي على هادي على هادي. بقيت ساكته ساكته ساكته. جاتني في 38 عام هذيك المرضى اول حاجه مسكين هو اللي دار وكنشكرو بزاف صبر معايا انا حيت لان شنو جاني جاتني هذيك السن الياس جاتني بحال اللي تصطيت بحال جاني بحال لا ديبرسيون. واول حاجه كيقول لي ابتسام اشنو ندير باش تبرا كنقول له طلقني وغادي نبرا. قولي ما يمكنش كيفاش نتيا تهضري على الطلاق؟ كنقول له انا باش نولي باش نبرا طلقني. ومسكين بقى معايا في هذيك لا بيريود كامله كيقول لي لا راه ما غنتو انا راه معاك في السراء وفي الضراء. تما ولا هو كيتبدل وتما انا ولات كنقول اش كنخربق انا مع هذا السيد هذا ما عمري ما غنلقى بحالو عمري ما غنلقى في هذا لي مومون تري ديفيسيل هو واقف معايا. والحمد لله رجع هذاك ليكيليبر والحمد لله تجاوزنا هذيك الفتره وحنا دابا 27 عام ديال الزواج. وي راه كي قلت لك غير هو المفهوم ديال صعيب لان ما الماء كتحطها هكذا وكتحط ما كنعرفوش شنو هي صعيب. وي واش كيسكر واش كيضرب واش كيهرس واش كيقمر وشنو شنو هي درجه الصعوبه. صعيب تو سامبلومون لان عندنا حنا جوج تربيات تربات بوحدها في ظروفها عندها صحابها والعالم ديالها متحرر لواحد الدرجه كبيره جات مع واحد محافظ لواحد الدرجه كبيره. كنت عرضت الازياء وكانت عرضت الازياء لو شوك كان صعيب. علاش كنقول لي جون خليو المرحله تدوز راه غدوز. هذا لو شوك كان صعيب ولكن كان خصني نبدا نشد الفولون بجوج ديال اليدين لان ما نقدرش نمشي داير مخرج اليد وكنصوب حيت الطريق ما كانش سهله باش اننا نجمعو. وفعلا بعض المرات هي كتحاول وكتنجح وبعض المرات كثر منها. وهنا كنضطر انني ندير بزاف ديال التنازلات بحال النهار اللي نعطيك مثال نهار اللي درنا الدار الاولى وعيدنا العيد الاول كنا فرحانين اننا غنعيدوا مع الوالدين وجاو الوالدين عندنا وعيدوا معنا وبا اول مره ما عيدش في دارو في دارو نازل باش يعيد مع ولده. ابتسام هزاتك انت وقت ديال دير هو بمعنى مع 11 11 ونص الناس كلها كتذبح مشات لواحد السوبر مارشي قالت لك غادي نلعب مع الاولاد. قلت صدمت مي قلت يلا تحيدهم من الدم ماشي باش ما كان. قالت لي نص ساعه ولا ساعه ونص. مشات بالطوموبيل ما رجعتش. قال لهم بالغدا انا كنعرق محشمان قدام والديا قدام مي قدام تو الموند. ابتسام ما كانش التليفونات بحال هذا الوقت وهذا ما جاتناش كوا حتى الربعه. تخدينا وسالينا وانا ما داشتش ليا لان مع سليم ما عارفش انا فريمون شنو واقع. وكنقول هي مشات وعطيتها الحريه في انها تمشي ولكن هرست لي العيد ديالي اللي غنكون مع الوالد فينالمون بوغ نهار ثاني عيد. هذاك رشيد نهار ثاني عيد كسكسو بالحمد ديال الراس وانا ما كناكلش الحمد ديال الراس ما كتبغيش الدم وهذاك الشيء ما قدرتش على داك الشيء. ومسكينه فاطمه مسكينه اختك الله يرحمها الله يوسع عليها قلت لها قلت لي اختي راه ما نقدرش. قلت صافي غير سيري سيري انا نغومبلاسيك سي بوغ سا. تشجعت ومشيت مشيت كنلعب مع سالي. ما هادشي هي مشيتي مي مشات بزاف. بصح بصح لان المراه ديال الدار وين بغات تاكل شي حاجه تجيب كاع هذاك البيتزا ديالها وتاكلها مع الدار ما تعطيش مبرر ان هذه تمشي.
كان صعب هذا الموقف فينالمون بقاو معايا الوالدين صبرت ما قلت لهم والو وكنعقل انني وصلتهم بالطوموبيل نزلوا خوتي كل واحد مشى نزلت الوالده بصح لقيت با بقى في الطوموبيل طلعت في الطوموبيل قلت له ياك لاباس قال لي غير جلست الباب نهضر معاك جلست قال لي غادي نقول لك واحد الحاجه وما غنعاودهاش اسمع ولدي انا محفظ لك الرضا بمعنى شي نهار يزغبني الشيطان ونبغي نسخط عليك الله ما يقبل ليش حيت حفظتو لك ولكن بشرط واحد قلت له شناهو قال لي ما تغوتش على ابتسام سكوت قال لي شوف ولدي راه هي هكذاك ما درتهاش بالعين ما عرفاش التربيه ديال العائله ما عرفاش ناين فامي تفرقت لذلك عافاك ما تغوتش عليها وفعلا جيت تفاجأت انني ما قلت لها تجي حاجه والحمد لله لان بالنسبه لي رضا الوالد وفعلا انا حتى هي كي قلت لك قبيله كاين شي حوايج كديرهم اغلاط ولكن راه كيبقى بحسن نيه فوالا بدون قصد ما عمري ما كانت عندي نيه خايبه بحسن نيه دونك انا عطيتك فقط مثال على هذا الشيء ديال واحد هذه بالنسبه عنده عيب وهذه حشومه وهذه كاع ما كدارش وهذه الدين ديالنا ما كدارش وباش نوصلوا للمقياس اولي سورتو في التربيه ديال الاولاد كان صعب ولكن الحمد لله كانت حويجات اكسترا اوردينار حتى دابا هضرتي عرفتي شنو هي اب يكون في التورناس سيمانه ولا 10 يوم ولا 15 يوم وهو جاي في الطوموبيل كيعرف ان مراته راه كدوشات لوليداته وغسلوا وتريحوا وواقفين باب الدار باش يديروا له استقبال وبعض المرات يمكن يكون حتى بالتبر والحليب فهمتي سي وانا موحش في ولادي باش تعرف كنمشيش عند ولادي الاولين كيمكن نمشي عند مراتي الاولى لان راه حتى هي طفله واحد الوقت كتولي حتى هي طفله محتاجه لهذاك التعنيقه اللي ربما باها ما علقاش ليها هذا وهذا كيزيد يعطيها شحنه واحده اخرى اكستراوردينير ايه مالوغوزمون دابا كتشوف دابا شنو دابا كيوقع والهضره كامل المهم كما قلتي بلا ما نهضروا على النيجاتيف نهضروا علينا انا اللي كنحمد الله وكنشكره هو انا بيرسونيلمون كنتلاقى مع مع دي زيكزامبل هما زوينين الحمد لله و سي سا لو بلوز امبورطون دابا الويده بغينا نهضروا عليك شي شويه على الفتره ديال الكفاح ديال هاد السيده اللي حداك فين اول مره سكنك هذا في واحد البريتيش في دار والديه اي في واحد البيت صغير وي دابا شكون تزوجتو وي من بعد كيفاش تحولتوا لاول دار ديالكم